وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة تسمى أشهر الحج. وعلى مذهب أحمد أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط، وليس كل ذي الحجة وإنما عشر من ذي الحجة. لماذا عشر من ذي الحجة؟ يقول لأن أركان الحج كلها تنتهي يوم العاشر، أركان الحج كلها تنتهي يوم العاشر، عندك عرفة في يوم التاسع، ثم الطواف والسعي يوم العاشر، يكون قد أنهى أركان الحج. يبقى واجبات الحج اللي هي مبيت في منى، رمي الجمار، طواف الوداع، هذه كلها واجبات وسنن، لكن الأركان تنتهي يوم العاشر، فلذلك قالوا عشر ذي الحجة. وهناك قول الإمام مالك أنها أشهر الحج شوال وذي القعدة وكل ذي الحجة.